يمكن شومان انت عملت انجاز اكتر ما شاء الله يعني، ربنا يحميك. خدت البطوله العربيه فردي يمكن ما غطيناهاش جامد او البوست خط ما كانش عليها. كلمني عن البطوله دي ومين كان اقوى المنافسين ليك. هي بطوله العرب بالفرد دي كانت منتخب مصر. دي كانت انا تقريبا بقالي فتره طويله قوي مش بشارك مع منتخب مصر فريق الرجال. السبب ايه كان يا شو ما بتروحش ولا ما بيتمش اختيارك ولا كان ما بيتمش اختياري؟ زائد كمان ان انا كنت محترف في المانيا فكنتش باجي العب بطولات جمهوريه كتير خالص. لكن الحمد لله الفتره دي يعني اخر سنتين حتى السنه قبل كورونا كنت مركز في بطولات الجمهوريه، فالحمد لله يعني انا سافرت بطوله العرب مع المنتخب، وان شاء الله كمان يوم سافرين بطوله افريقيا ان شاء الله يوم الاثنين. سمعت اللي بالظبط كده. فهي كانت بطوله العرب كان في منافسين كتير يعني، كان في يعني تقريبا كل اللعيبه اللي هم كانوا في بطوله الانديه العربيه هم الموجودين في بطوله الانديه. زايد عليهم حد ولا هم تقريبا استنوك زي ما انت عملت، انت لعبت واستنيت فرقتك تجي بالظبط. هم نفس الكلام برضو كلهم، البحرين، قطر، كل اللعيبه هي نفس اللعيبه. هل قطر من مجنسه لعيبه مثلا؟ لا 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 دي بطوله منتخبات فما بيبقاش فيها تجنيس. بس بس منتخبات يعني قطر مجنسه في المنتخبات كتير، يمكن في تنس الطاوله ما جنسوش، انما هم بيجنسوا عادي يعني. هم في تنس الطاوله جنسوا قبل كده بس ما لعبش بطوله عرب برضه. عبد الوهاب يعني اصله عراقي يعني عراقي بس بيلعب باسم قطر. محمد عبد الوهاب اللي هو دايما ماليش انا في التاريخ ده. مشوارك سهل يعني في المنتخب؟ بالعكس، انا كنت اصعب قرعه، انا كان جاي لي رقم واحد على البطوله ورقم واحد بتاع البحرين. رقم واحد على البطوله ده عراقي ولا كان اردني؟ اردني. يعني هو انا كنت رقم يعني جاي، انا مجموعتي كانت اصعب مجموعه، وعلى الاربعه وسيمي فاينال بلعب كل الجامدين يعني. سكتك كلها صعبه. سكتي كانت اكتر سكه حتى المجموعه اللي انت تشم نفسك فيها جايه له برضه اللعيبه الجامده يعني. كان جاي لي رقم واحد بتاع الاردن ورقم واحد بتاع البحرين. لعبت كام ماتش توتال في المجموعه وفي الاضافه؟ لعبت ثلاثه في المجموعه وعلى الاربعه سيمي فاينال وفاينال، ست ماتشات. طب والفاينال كسبته كام؟ 4 3 11 9 فاينال جه 9. يعني 4 3 كله 11 9 خلصان؟ ها بالظبط. خبر ابيض. يعني كنا ماشيين، كان ماتش كان صعب جدا. الاردني برضو ولا كان اردني؟ انا البطوله دي لعبته 4 مرات في نفس البطوله، لعبته في الفرق وفي المجموعه وفي الفرق في الفاينال وفي الفرد. كام وخسرت كام من الاربعه؟ انا اول ماتش لعبه خسرت منه لان انا كنت جاي فعلا من الطياره على الماتش. طب ليه؟ حصل مشكله في الطيران والبي سي ار والكلام ده، فتأخرنا فنزلت من الطياره على الماتش فعلا بمعنى الكلمه. خسرت اول مره وبعد كده كسبته في 3-1. وبعد كده كسبته في الفردي في المجموعه 3-1، وكسبته في الفاينل فرق 3-1، وكسبته في الفاينل بتاع الفردي 4-3. يعني انت بسم الله ما شاء الله رديت الموضوع يعني. الحمد لله. يعني هو كسبني اول مره وبعد كده كسبت 3 مرات ورا. وبعد كده استنيت طبعا الفرقه تجي لك الاهلي ولعبت معاهم بالظبط، ونقلت معاهم الاوتيل بتاعهم ولعبت معاهم بطوله الانديه العربيه. صحيح.